عايزه اتكلم، مش عايزه الحوار ده. مجرد رفض هذه العلاقه لان مزاجها لا يسمح او المود بتاعها لا يسمح، هذا امر لا تقره شريعه الاسلام. يعني صحيح الرجل لابد ان يقوم بالمقدمات التي امره الشرع وامره الله تبارك وتعالى بها. يعني لما بتكلم في الحوار ده يا جماعه، الحوار عن الدافع الجنسي، يعني الدول الغربيه بتدرس ماده اسمها التربيه الجنسيه. الحوار عن الدافع الجنسي، القرآن الكريم لم يجد فيه حرجا، بل إن الله تبارك وتعالى ذكر الدافع الجنسي في أسمى وأعلى المقامات الروحية في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أقرب إليك من نفسك، بدليل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعود إلى الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ثم قال في الآية التي تليها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن ذكر المولى جل في علاه الدافع الجنسي بين مقامين رفيعين، بين مقام الصيام وبين مقام الدعاء، ولم يجد ربنا تبارك وتعالى حرجا في ذكر هذا الأمر، بل الأعظم والأعظم والأعظم أنه يعطينا أجرا ومثوبة على هذا الأمر. يعني الإنسان اللي بيصرف هذا الدافع في المكان الذي شرعه الله تبارك وتعالى له، يعني في الحلال الطيب، ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الأجر والمثوبة. ألا تصدقون رسول الله؟ قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر. نرجع تاني للزوجة التي ترفض هذه العلاقة لمجرد إن مزاجها لا يسمح أو المود بتاعها لا يسمح. هذا يعني ليس من شريعة الإسلام في شيء. للزوج عند ذلك أن يجبر زوجته على فعل هذا الأمر طالما أنها ليست معذورة بالأعذار التي ذكرناها. وعايزين نقول إن احنا عندنا مصدرين للثقافة، مصدر إسلامي ومصدر غربي. احنا كمسلمين ناخد بالمصدر الإسلامي، هناك من يتأسى بالغرب في كل شيء، وصدق فينا قول الحبيب النبي: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. احنا بنتبع تعاليم الإسلام. إسلامنا أخبرنا أن الرجل إذا بات غضبانا على زوجته تلعنها ملائكة الله عز وجل حتى الصباح، تبيت وربها تبارك وتعالى قد غضب عليها. أما مصادر الثقافة الغربية فنحن يعني لسنا ملزمون بأن نطبقها في حياتنا، ملناش دعوة بالثقافة الغربية. المرأة في الثقافة الغربية غير المرأة في الشريعة الإسلامية. المرأة في الثقافة الغربية الزوج غير مسؤول تماما عنها، ربما تعيش بصورة منفردة. يعني الزوج عندنا مسؤول عن النفقة، عن الكسوة، مسؤول عن زوجته مسؤولية كاملة بين يدي الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن الزوج في الثقافة الغربية يعني ربما ينفق على نفسه، والمرأة تنفق على نفسها. المرأة بتخرج يعني في رحلات معينة اللي هي البحث عن الأنوثة كما يسمونها في الثقافة الغربية. البحث عن الأنوثة ديت يعني ممكن تخرج تقعد أسبوع، تقعد 10 أيام، وتيجي عادي جدا تقول لجوزها: والله أنا كنت يعني ببحث عن الأنوثة بتاعتي مع فلان وحصل ما بيني وما بينه علاقة. عادي جدا أنه يقبل هذا الأمر. لكن عندنا في شريعة الإسلام لا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لغيورون وما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب والعياذ بالله. فالزوجة لا ينبغي لها أن ترفض هذه العلاقة طالما أنه لا يمنعها عذر مرضي أو عذر قهري، حتى يعني يكون ربنا تبارك وتعالى قد رضي عنها وحتى تنال أجرا ومثوبة من الله تبارك وتعالى. ما أجمل أن تظلل البيوت المودة والرحمة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل، يعني بمجرد عقد الزوجية ربنا سبحانه وتعالى بيقذف في قلب الزوجين مودة ورحمة. طب إيه اللي بيحصل؟ بيشتكوا بعد كده في المحاكم ويعملوا جلسات عرفية، إيه اللي بيحصل؟ أزيلت هذه المودة والرحمة بفعل بشري، بإرادة الزوج أو بإرادة الزوجة. نرجع للزوجة اللي المود بتاعها لا يسمح بإقامة هذه العلاقة.